السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين متابعين جريدة الحوار بريس. نتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير. الحمد لله تم وصول المركب اللي كان داخل البحر عنده مشكل. الحمد لله تم الوصول ديالو الى ميناء الداخلة. وصول حمدا لله وشكرا لله. يعني من نقولوا حمدا لله وشكرا لله يعني راه وصلوا بحمد الله عز وجل، وصلوا برحمه الله عز وجل. ما تمدت لهم حتى يد المساعده، ما جات عندهم حتى شي فرقه مختصه تابعه لقطاع الصيد البحري او تابعه للجهات المختصه. هاد الناس هادو بالرحمه ديال الله سبحانه وتعالى قدوا باش انهم يوصلوا. كنتمنوا من الله عز وجل، كنتمنوا من الله عز وجل المسؤولين على هذا القطاع يديروا ما في جهدهم باش هاد الناس هادو على الاقل كي 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 ما تعاودش تكرر هاد المأساة هادي. وهاد الناس هادو يعني كيبيعوا رواحهم هنا في الكار قبل ما كيخرج، ومخلي وليداتهم ومخلي يعني الله يحسن العوان. فهمتي كاينه واحد الشهاده من عند مساعد الميكانيك ديال الباركو هو اللي غادي يفسر لنا شنو وقع بالضبط. خويا العزيز شنو وقع لكم بالضبط؟ اخويا وقع لنا واحد المشكل ديال المازوت. هو المشكل ماشي في المازوت بالضبط، غير الكيباج والناس المسؤولين اللي لاحوا اللوم على داك المشكل ديال المازوت. المشكل اخويا اللي كان عندنا هو السير شارج. كان عندنا الباركو ما كيمشيش. الباركو اخويا بحال كشير عليه المنزله وكشير عليه البحار وكشير عليه يعني. والفويت الفويت اللي كان في سيركويت المازوت ديبانا، الفويت اخويا ديبانا. المهم كان فويت في كان فويت اخويا في المازوت ديبانينا. يعني كان فويت في المازوت فين في كان فويت في المازوت اخويا في واحد الفيكسيبل ديال المازوت، واحد لا كيس جورني اللي كتعطي لوكسيلير وكتعطي البرانسيبال. الفان اخويا الفان اخويا ديال لوكسيلير، هذاك الفان ديال لوكسيلير اخويا هو اللي وقع فيه المشكل. ديبانينا خدمنا به عادي خدامين الحمد لله. وبالنسبه للنداء الاغاثه اللي التمستوا به الجهات المختصه، واش تلقيتوا شي نداء؟ نداء الاغاثه اخويا كان نداء الاغاثه راه النهار كامل وحنا كنعيطوا. جات عندكم شي جهه مختصه؟ ما جاتش عندنا اخويا حتى شي جهه مختصه. هذوك حدانا باركوات كاع وما تسوقوش. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هنا شهاده اخرى من 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 واحد البحري اللي اللهم بارك طيح سنانه في البحر. بغى يقول واحد الكلمه ما يبانش من حقه. دابا تكلم خويا. المشكل الحقيقي اللي الا جينا نحلو هو كيبقى في انه هذا المركب اصلا غير قابل للابحار في خضم الجو غير ملائم. نعم بالاضافه للمشكل اللي وقع لنا وهو انه مشى الفاس، مشى البراسيه اللي كنصيو بها المنزله قاصحه. المنزله قاصحه يعني في اي لحظه الا مسكت الباركو اون بان ما غاديش الباركو غادي يعني غيكون في خبر كان لا هو ولا ليكيباج كامل يعني الناس المستخدمين على متن هذا المركب. هذا الاشكال فيه كاين هو تقريبا ضربنا المشار، هضرنا مع المشرع، هضرتوا مع المشرع يعني هضرتوا مع الجهه المختصه. الجهه المختصه نعم. ما لبوش النداء، كنعيطوا للسلطات الميناء من خلال الهاتف. اسمح لي غنحبسك، شحال ديال الوقت وانتم كتطلبوا نداء الاغاثه؟ شحال ديال الوقت؟ تقريبا واحد 20 ساعة. 20 ساعة، 20 ساعة وانتم كتطلبوا نداء الاغاثة. يعني لولا الطاف ديال الاله والرحمة ديالو سبحانه وتعالى لبقيتم في لوجي البحر. كنا في خضم كان. خبر كان. خبر كان. شنو هي رسالتك للمسؤولين والناس المختصين على هذا القطاع؟ نتمنى هذه المأساة ما تكررش ويكون رد الفعل فوري بالنسبة إلى شي واحد طلب نداء الإغاثة، يكون نداء فوري ويكون فعلي، ما يكونش بالهضرة يعيطوا لنا في التليفونات ألو شحال انتوما من واحد عطونا الرقم ديال الرئيس، وما كاين حتى شي تدخل فعلي ولا فوري، ما لمسنا حتى شي حاجة. حنا جاهدنا وكافحنا بنفسنا حتى وصلنا للأمان، دخلنا للمرصد حول الله ورحمته. هذا الحلقه هذا الشيء تيحز في النفس. لا اله الا الله. تيبان لك بانه البحري ما عندوش قيمه وما عندوش، رغم انه فاعل كبير في الاقتصاد ديال الدوله بزاف، ولكن ما عندوش واحد المكانه. وحتى الناس اللي مسؤولين يعني ما دايرين وكانهم يعني اخي الكريم اضعف حلقه بغيت تقول لنا هو هما رجال البحر. تيبقى هما رجال البحر. اضعف حلقه. هذه مساله. يعني لو وقعت الرجل البحر شي حاجه كان في خبري كان. فعلا. راه غير الحوادث الشغل اللي تتوقع البحر. انا مؤخرا تنعرف بحري انا يوقع لي حادثة الشغل، ولكن مصرح لقى بانه الناس اللي في المركب غير مصرح به.
ما كاينش التصريح ديال الحديثه الشغل ومشاو. واش غنقول لك؟ لا اله الا الله. كيتفوا بمجموعه ديال الناس اللي هما معروفين، اللوبيات معروفه، وطمسوا الحق، والحق تيبقى عند الله تعالى. ما عند ربكم تختصمون. عند ربكم تختصمون. مشاهدين قناه الحوار بريس، انتم معنا من قلب الحدث، الحمد لله والشكر لله، نحمد الله سبحانه وتعالى على اللطف ديالو والرحمه ديالو. تم وصول البحاره الذين كانوا على متن المركب اللي كان كيعرف عطب داخل السيركوي او ما يسمى بالسيركوي ديال المازوت. الحمد لله تم استدراك العطب عن طريق المسؤولين، كما كنقولوا الكوموندمان ديال لا ماشين، يعني الميكانيك والمساعد ديالو. الحمد لله تم الوصول ديالهم الى الميناء بخير وعلى خير. كنبغيو نطمنوا العائلات ديالهم، الحمد لله اللي عنده شي واحد في هاد المركب راه وصل على خير وبخير بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني رسالتي، احنا جايين في الكلام، رسالتي راه لا اله الا الله محمد رسول الله. الى متى سيبقى رجل البحر اضعف حلقه في القطاع ديال الصيد البحري، واللي كيتمثل واللي كيتعتبر هو الاول في الحلقه؟ كيفاش بالمقارنه مع مع مع, مع الناس اللي خدامين في القطاع؟ حيت بدون بحري لن يكون هناك سمك، ولن تكون هناك لوبيات تمكنت من غنى الفاحش من خلال هذا البحار. يعني هذه الحلقه الذئاب البشريه فعلا. عموما وليس اخيرا، متابعين متابعات مشاهدين مشاهدات الحوار بريس الكرام، أدام الله علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان. كنتم معنا من ميناء الدخلة، وصول المركب الذي كان يعرف العطب بحول الله وبقدرة الله وبرحمة الله ولطفه إلى الميناء دون تدخل الجهات المعنية والمختصة في القطاع المتعلق بقطاع الصيد البحري، رغم محاولاتهم الدائمة. يعني 8 ديال السوايع هما كيطلبوا نداء الاغاثه، ولا حياه لمن تنادي في هذا البلد السعيد. عموما وليس اخيرا، ادام الله علينا وعليكم وعلى سكان هذا البلد الحبيب نعمه الامن والامان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.